أنا محمد رحاليستا، لي 4 سنين نسافر باش نعيش تجارب جديدة ونتعرف على ثقافات الشعوب في دولة عربية من زمان متشوق لزيارتها. اليوم ماشيين سلطنة عمان. سلطنة عمان حيعاوني في الرحلة هذه واحد منكم وهو ناجي، تعرفت عليه مؤخرا وحيساعدني واجد في ترتيبات رحلة عمان، وحيكون في بعض التسهيلات من هيئة الترويج للسياحة. خلي المغامرة تبدأ. اوكي، اول مره نشوف مطار اسطنبول فاضي بالشكل هذا. الطياره بتاعتي الساعه 1 وشكل الليله ما فيش طيارات وجدات في الوقت متاخر هذا. يا اهلا، شو الاخبار؟ كيف الامور؟ اهلا وسهلا. اهلا بالحبيب، اهلا عمان. سلمى، نور بوجودك. سلطنة عمان واخيرا. رقم كم؟ الرقم الدولة؟ والله تصدق ما حسبت. لازم ما حسبت. لا والله ما نحسب، انا يعني مش دايرها بالارقام، دايرها بالتجارب. نعرفكم صديقي ناجي اللي يحسب. شرفتنا يا سليني في وطنك وبلادك. سلمك، ربي يحفظك. والله والله متشوق للرحلة هذه. رحلة بتكون ان شاء الله ممتعة. نشوفك كنا في اليوتيوب واليوم شفناك على سلمك. الله يحفظك. عرسية هذه نفطر فيها في العيد، معاها صوص يسموه ترشة، عبارة عن صبار أيضا، تمر هند، شوية سكر وشوية دقيق وكثير من الزبيب فيها، واللحم الصغير مقطع صغار. العرسية اللي تشوفوا فيها هذه قد يقولك عقلك أن عرسية لأنها تنعمل في العرس، لكن لا، عرسية لأنها تنعرس عرس تنعرس. هي عبارة عن رز ويأما لحم يأما دجاج، هذه حاليا فيها دجاج وحركات تانية تحطينها. في حلاوة في الطعم، لانه في سكر في الترشه. ايوه، الصوص هذا في سكر طلع، في سكر شوي. ايوه، يقولوا الترشه. الترشه هذه مصنوعه من الزبيب واللحم والتمر الهندي. جربوا سوا العرسيه بدون الترشه، فيها حتى سمنه وطنيه. انا حبيتها العرسيه من غير الترشه حتى. اوكي، انا المخطط متاعي اصلا ما نبيش نصور الاكل في الفيديو هذا، كنت الفيديو ما زلنا قاعدين نستفتحه، ما زلنا كيف واصلين سلطنه عمان، لكن جماعة هنا استقبلونا بالخير هذا وبالأكلات العمانية التقليدية، فحنوريكم تقدر تقولوا موجز عليهم، وحنتعمقوا في الأكل في فيديو واحد آخر اللي هو خاص بالأكل إن شاء الله. هذه الشوى العماني، بهارات عبارة عن خل عماني وثوم والزنجبيل. أوه. كل عائلة لها بهاراتها الخاصة، وبعدين يتغلب ببرق الموز وتحط في خيشة من سعف النخيل وتدفن في التنور 24 ساعة. أيوة، له طقوس خاصة في القرى العمانية. شوفوا، هناكلوا زي العمانيين باليد، تكورها هكي. لا، تقطع اللحمة. تقطع اللحمة أول حاجة. مش هنقول لك لا، تأخذ اللحمة الشوى تحطها في نص الرز وتكورها. أقول لك بسم الله، رهيب. اللحمة حكاية دايبة، الإضافات والبهارات والتتبيلة متاعتها، يعني أنت من نظرة ركي في اللحمة حتنفتح، يعني لحمة مدخنة والنكهة متاعتها خرافية. الأخ أبو نصر هو يحكي لي قاعد في التتبيلة والبهارات متاعتها. طبعا هي كل بيت عنده تتبيلته الخاصة، لكن نوع البهارات اللي يحكي لي عليهم، يعني نسميكم واحدة من الحاجات المحطوطة، خل تمر. خل تمر في التتبيلة، خل تمر كيف ما تخطرش على بال حد. هذا تو وريت لكم بإيجاز، بس حنتطرق لها في فيديو ثاني، بنوريكم الطريقة المجنونة يديروا بها في الأكل هذه، حاجة خرافية. بنوريكم اللحم المقلاي أو المقلي في بعض الأماكن يقولوا له. ورينا البروتوكول ماله. البروتوكول، أهلا وسهلا. هذا خبز الرخال أو الرقاق. أيوة، مثلث، دورك لحمة طيبة حلوة مثل هذه. أوكي، تلفها هكذا وتحطها وين؟ روح 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 عدي. شوفوا العسل كيف يقطر بلا تريقي نهرية. اللحم اسمه مقلي أو مقلاي، لكن هو فعليا مش مقلي. اللحم الخروف هذا يتم الطبخة متاعه في الشحم متاعه، فما فيش أي نكهة زيت وما فيش أي إضافة تانية. جربها بدون ال، يقول جربها بدون العسل، ممكن أنت مش متعود على العسل. عجبتني بالعسل. حلو. لذيذة لذيذة، مختلفة يعني. مش أي حد ممكن يتقبل طعم المالح مع الحلو، لكن حاجة لازم تعطيها فرصة. كوكونات عماني هذا؟ أيوة، عماني من صلالة. في عمان عندهم كوكونات؟ مليان. ناخذ منكم من خلتين نحطهم في ليبيا. طبعا الكوكونات نخيل بتاع جوز الهند، مش في اي مكان ممكن ينبت، لازم يحتاج مناخ استوائي او شبه استوائي، والشيء هذا موجود في جنوب سلطنه عمان. شوف، انتم حطيتوا لي
توبو، بس انا متعود عليها من الدول الاسيويه نشرب فيها طول بدون توبو. الممرات متاع المطعم هذه كانت تستغل ضد الغزاة. اسالني كيف شايفين كيف الممر ضيق. الفكره من ان لما كانوا يهجموا عليك غزاة الجيش متاعهم ما يقدرش يدخل بكميه كبيره، يدخلوا شخص وراء الثاني فياخذوا وقت ويتاخروا، بينما انت تقدر تاخذ ضدهم اي اجراء تحبه لان عندك وقت. لما دخلنا ولاية مسقط أول حاجة لفتت انتباهي أنا تلقى الجبل على الساحل مباشرة، المنظر فخم جاي بطريقة جميلة، وقاعد نشوف في الأبراج أنا فوق الجبال. مظبوط أبراج هنا صح؟ أبراج، وفي قلاع قلعة الجاوميراني عمرها أكثر عن 100 سنة. نحن حاليا جينا عند قصر العلم اللي هو القصر اللي السلطان يستقبل فيه ضيوفه المهمين. جبتني هنا ضيف مهم صح؟ أول ما جينا جابنا أنا ناجي قال لك هنا الإجراءات تكون بمراسم فاخرة جدا، تخش السيارة وجنبها الخيول والجنود ويضربوا حتى المدافع غالي، طق 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 رحب بالضيف يشرب القهوة متاعته، قهوة عمانية مع الحلوة وياخذوا العلوم الغانمة، الحلوة اللي ذقناها قبل شوية، وياخذوا شنو؟ العلوم الغانمة. أخبار الزينة خشينا للمدينة القديمة، السوق مطرح تحديدا من أقدم الأسواق الموجودة في سلطنة عمان، وأول ما تدخل السوق حتشم ريحة البخور. العمانيين يحبوا البخور، لهذا حاط بخور نتنفسه يعني ناس تنفس البخور. أنا إيش عندك أنا؟ لبان. لبان؟ أيوة ما شاء الله لبان كل نوعية فيه موجود، لبان دكر فيه، حوجري فيه. اللون هم شيختار اللون في افكار معينه اللون على حسب الذوق او شيء. اوكي انت شو تحب من الالوان وغيره، وبعدين اوقات يكون لون دجداشه اللي بتلبسها. ايوه في ناس عندهم خمس كمامي حسب الالوان نفس لون الدجداشه، دجداشه زرقاء كما زرقاء. ايوه اوقات ناس اوقات تكسر اللون هذه صغيره صغيره صغيره. اي والله يب 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 هذا كم مدير، انا راسي كبير مدير. اوكي حاجات فوق راسي كثرت. لا لا ماشي عجبتني هذه. انا الكم هذه تشوفوا فيها اهل سلطنه عمان يلبسوا فيها يعني في الحياة العملية، الحياة اليومية، بالذات المدن زي مثلاً مسقط. لكن اللي فهمت أنا ما يلبسوش في الدوائر الحكومية صح؟ لأن هذه كاجوال مش متوازنة صح؟ اللي صار أكثر من اليمين. هذا معناته أنت مريح. أيوه أنا واخذ راحتي هنا. أيوه مريح ومكيف. أوكي. يبالكرك. شاي كرك. أيوة. والله يتبي له شاي كرك. كم هاي مدير؟ 3 ريال. أسعار سياحية لا. أعطيك ديسكاونت. أنت من الهند أنا من ليبيا هو من عمان، درينا في السعر. عندهم حتى المصنوعات باليد بس أسعارها غالية، اللي باليد كم؟ 70 ريال؟ موجود من ماما ترتيبها 50 ريال 100 ريال. 50 ريال 100 ريال. ناخذ هذه على الماشي تو. هذا ريالين وسنتين. طيب تفضلي. شكرا. شكرا. لا يا رجل. شكرا. جيب 2 كرك ما تسوي متروس زيادة ها؟ وشي مدير دور في حاجة؟ دور في شيء؟ هذا واتر فوق مية فوق ها؟ شاهي كرك؟ في مينا السلطان قبوس؟ الشاهي طعمته اللذيذ قاعد بنقول كمان في مينا السلطان قبوس بعد الطعمة قطعتني شوية، فيها طعمة زنجبيل صح؟ رهيبة في فلفل اسود اخرى بس ما حسيتش بالحروريه نتاعها. انا من عشاق شاي كرك، يذكرني بالشاي والحليب اللي عندنا، بس الفرق ان هنا يضيفوا له في بهارات ويضيفوا له في حركات. الفيديو هذا خفيف، الفكره نتاعته بس باش نعطيكم ابديت عشان نقول لكم اني حاليا وصلت لسلطنه عمان، والفيديوهات الجايات بتكون حاجات غريبه هنا، حتشوفوا غوص في عادات وتقاليد الشعب العماني بطريقه ما عمركم شفتوها من قبل. ترقبوا الفيديوهات الجايات، والجديد منكم هنا يفعل الجرس ويدير سبسكرايب للقناه. فيديوهات جايات على كيف كيفكم.